غرد الرئيس الأمريكي في آخر تصريحاته المتسمة بالعنصرية ضد 4 نائبات من أصول غير أمريكية يمثلن الحزب الديمقراطي، ما استدعى ردا من الكونغرس وغضبا على منصات التواصل الاجتماعي تجاه سلسلة تصريحات الرئيس العنصري كما وصفه الغاضبون منه. في الصفحة الأخيرة أيضا رسالة جديدة لتركيا وجهها المنفذون هذه المرة في أربيل عبر اغتيال أحد دبلوماسي أنقرة العاملين في كردستان العراق، الأمر الذي ردت عليه تركيا بقصف جبال قنديل. ومن حول العالم معنا، الإيبولا يتفشى في الكونغو الديمقراطية، ولاعبو المنتخب الجزائري يعزون ذوي ضحايا الاحتفالات بالتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية. مساء الخير، الصفحة الأخيرة بدأت وهذه عناوينها. عنصرية ترامب تتصاعد والنائبات الديمقراطيات من أصول غير أمريكية آخر الأهداف. أنقرة ترد على مقتل دبلوماسي تركي في كردستان العراق، وأربيل تقول إن الهجوم مدبر ومقصود. تتصاعد عنصرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الأقليات والمهاجرين والمسلمين. آخر تصريحاته كانت ضد النائبات 4 من الحزب الديمقراطي ومن أصول غير أمريكية، الأمر الذي رد عليه الديمقراطيون في الكونغرس بقرار يدين عنصرية ترامب. أما على المستوى الشعبي، قد عبر الأمريكيون عن رفضهم لتصريحات ترامب في مواقع التواصل الاجتماعي. When you see the 4 congresswomen, oh isn't that lovely? Sadly, this is not the first, nor will it be the last time we hear disgusting, bigoted language from the president. We know this is who he is. Saying that he was racist, we were saying that the words that he used were racist. So that was as gentle as it could be, considering the inappropriateness and the disgusting nature of what the president said. So that we. وللمزيد حول هذه القضية ينضم إلينا من واشنطن الصحفي السوري إياد شربجي. سيد إياد، يعني بما أنك متابع للقضية، ما هي آخر التطورات حول هذه التصريحات بحق النائبات الديمقراطيات 4؟ يعني بداية في توصيف التقرير تفضلت فيه هلا، في خطأ، هو خطأ غير مقصود بالنسبة للعايشين خارج الولايات المتحدة، لكن هناك الولايات المتحدة له أساس قانوني وثقافي وشعبي، وتحكي عن أنه من أصل غير أمريكي. شو يعني من أصل غير أمريكي؟ ترامب نفسه جده ولد في ألمانيا، هو أيضا غير أمريكي. هون حسب الدستور مجرد واحد ما حصل على جنسية فهو أمريكي، هذا الخطاب بالاساس فاشل من هي النقطه. طبعا ترامب كعادته يعني هو بيصنع دائما حروب وبيخلي الناس يعني بيصنع مشكله من اجل ان يجمع الناس من حوله ويحولها الى مشكله، سواء كان هذا الحكي صار في موضوع المهاجرين مع المكسيك، يعني
عملها ازمه كبيره وشحن الشارع. والحقيقه في له كثير ناس مؤيدين، ناس يعني من المتطرفين البيض، ناس من الجهل وهم كثار يعني في الولايات المتحده، على عكس ما اعتقد كثيرون في الولايات، كل الامريكيين مثقفين وواعين. لا، هي بنلاقيها في الاماكن بنسميهم بالميد ويست في وسط الولايات المتحده، ناس مالهم على اطلاع حول ما يجري خارج الولايات المتحده حول العالم. بمعنى اياد، لو تحدثنا بالتفصيل والتوضيح اكثر، يعني انت تحدثت عن مصطلح الاصول غير الامريكيه، بالنهايه امريكا قامت على المهاجرين منذ تاسيسها على كل حال، يعني ما الذي يكسبه ترامب؟ لنوضح اكثر من هذه التصريحات، يعني هل هي اسباب سياسيه بحته ام انها عنصريه ببساطه؟ هل هي ورقه انتخابيه مثلا؟ طبعا يعني النائبات هو قال اربعه، هن الثلاثه الكسندرا كورتيز وحسان عمر الصوماليه ورشيده الصيد من فلسطين وكورتيز من بورتوريكو. يعني هو بالاساس هدول ديمقراطيين كانوا دائما ينتقدوا ترامب في ضمن الحراك السياسي المعتاد بين الديمقراطيين والجمهوريين، ناهيك عن تصريحات ترامب ضد المراه. فهو عم يكسب هذا الموضوع ضمن الحرب السياسي مع حرب انتخابات 2020. فبالتاكيد عم يستغل هذا الموضوع بشكل شعبوي ليحسس الامريكيين انه في تهديد دائم عليهم، انه هو حيحميهم من هذا التهديد. طبعا كمان ردود الافعال لازم يكون واحد يعني مصر، ردود الافعال الرافضه كانت واسعه ومن الحزبين. يعني اول امبارح مجلس النواب اصدر قرار باغلبيه ساحقه، يعني ايضا من حزب ترامب كان هناك رفض من الحزب الجمهوري. طبعا يعني من اقرب المقربين لترامب ليتسي جراهام السناتور الشهير واللي بيدافع عن ترامب في كل المواقف، قال يعني طبعا بلهجه مختلفه، قال لو انا كنت محل الرئيس ما كنت قلت هيك كلام، لانه ولا واحد فينا امريكي الاصل. هذا اللي قاله بوضوح. طبعا هو كثير راند بول واخرين من الحزب الجمهوري. لكن كمان مهند لازم نعرف نقطه، نحن هلا قريبين لمعركه انتخابيه. الجمهوريين بيشوفوا الموضوع اكبر من ترامب، بيشوفوه معركة انتخابية، فما بيوقفوا كثير ضد الرئيس، وهذا اللي صار حقيقة بمجلس النواب. يعني جميع الأعضاء مجلس النواب الجمهوريين ما عدا أربعة صوتوا ضد قرار إدانة تصريحات ترامب. إياد، أنت تحدثت عن رد الفعل من الحزبين، رد الفعل الحزبي الديمقراطي أو الجمهوري. دعني أنتقل معك إلى رد فعل الشارع الأمريكي. أنت تحدثت قبل قليل وقلت أن هناك عنصريين بيض كثر وهم فئة لا يستهان بها في الولايات المتحدة. كيف تفاعل الشارع الأمريكي وأيضا على مواقع التواصل حول هذه التصريحات؟ القريب مهند يعني بهذا الموضوع، أن المؤيدين لها يوصفوا حالهم بأنه هن أمريكا وهن أصل أمريكا، والمؤيدين لهذا الخطاب واللي هن العنصريين البيض، هن الناس يعني الاكثر لنقول كسلا في الولايات المتحده، واللي بيعيشوا جميع السوشيال سكيورتي على الاعانات الحكوميه، ويلي المهاجرين والمواطنين الجداد من امثالي عم ندفع لهم ضرائب، ونحن بنشتغل وهن بياخذوا ضرائب. هذا حقيقه يعني يدرس، لانه انا سبق ورحت على المانيا في الصيف وشفت هذا الموضوع حتى بالمانيا، انه الالمان الشرقيين يلي هن لا تختلف حالهم كثير عن حال اللاجئين السوريين فيما يخص انه عايشين على اعانات حكوميه، هن الاكثر عنصريه من الغربيين. هذا الموضوع كمان موجود في الولايات المتحده، الفئات الضعيفه المهمشه اللي ما عندها صوت الا الرفض والا الصراخ هي اللي بتوقف مع ترامب. لكن النخب المتعلمه، انا عم نحكي واشنطن العاصمه السياسيه، عم نحكي كمان عن نيويورك، عن كاليفورنيا، هدول طبعا الساحل الشرقي كله، هدول بشكله لنقل 80-90% من القوة البشرية والمالية في الولايات المتحدة. يعني هن بالأساس يلي عم يشغلوا البقية وعم يدفعوا لهم ضرائبهم يلي هن عنصريين. لكن كان الحوار متأزم جدا في الولايات المتحدة، لأنه إذا كنا عم نحكي عن أصول غير أمريكية لحد جيلين مثلا، هناك ناس غير مولودين في امريكا، موجودين في وزاره الخارجيه، موجودين كسفراء، موجودين في اعلى السلطات، ممكن يصير وزير. طبعا بالولايات المتحده فقط الرئيس لازم يكون مولود في الولايات المتحده. فهذا الخطاب عم يفتح النار على الجميع، على الناس اللي حامله هي البلد، السياسيين ورجال الاعمال والمشغلين البلاد،
يعني فهو خطاب عنصري وقميء بامريكا اكثر من اي مكان ثاني. ليش؟ لانه الدوله هون عايشه تعيش، الولايات المتحده مصممه لتعيش على الضرائب، ما بتقدم اي شيء الا اليسير يعني يعني بمعنى إياد، يعني كيف ستتطور هذه القضية؟ هل سيكون لها تفاعلات سياسية في الداخل الأمريكي؟ أنا بتوقع العكس، يعني وصول أصلاً نائبتين مسلمات للكونغرس يلي هن إلهان عمر ورشيدة طليف تم تحديداً بعد انتخاب وصول ترامب إلى الرئاسة، تم في الانتخابات الكونغرس الأولى وكرت فعل، وجاء كرت فعل بخطاب العنصري ضد المسلمين، يعني اول محجبه بتاريخ الولايات المتحده بتدخل الكونغرس، اجى بعد خطاب ترامب، فكان لها مفعول عكسي، لا هلا عم يزداد الوعي اكثر لخطوره هذا الـ هذا الصوت لهذا التحريض اللي عم يعمله ترامب، سيما مع انه مثل ما قلت لك يعني القوه الحامله للدوله هون والحامله للاقتصاد هن اللي فينا نقول انه بالفصول قبل جيل اول او حسب قراءتك اياد، هل سينعكس سلبا هذا الخطاب على ترامب في الحمله الانتخابيه القادمه؟ ترامب لا يعنيه شيء، يعني قبل عام واشنطن بوست ذكرت ونشرت محادثه تمت بين ترامب واحد مساعديه انه حتى هو لم يكن يتوقع ان يفوز بالانتخابات حتى اخر لحظه. ترامب بيعمل اي شيء يخلده كرجل، اي كلام حتى يعني الحمله الانتخابيه طبيعي، قال انا لو حملت مسدس او وسط انسان في الشارع الناس بتحبه، فهو يريد يعمل اي يعني يعمل اي شيء يسجل معارضته للاتفاق النووي الايراني فقط لانه اوباما عمله له، وقف الهيلث انشورنس اللي هو الضمان الصحي لملايين الامريكيين فقط لانه اسمه اوباما كير، بده يخلي اسمه وحيدا، فهو ما عنده مشكله مثل اي لنقول فنانه استعراضيه بتأبي مفاتنها بس لا تنعرف. وترامب مؤمن بهذا الكلام بشكل يبدو ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يملك نرجسيه يعني غير معقوله. على كل حال الصحفي السوري اياد شربجي كنت معنا عبر سكايب من واشنطن، شكرا جزيلا لك. شكرا اياد. شكرا. قالت أنقرة إنها سترد بالشكل المناسب على مقتل أحد دبلوماسيها في هجوم وقع بمدينة أربيل في كردستان العراق. وقالت حكومة أربيل إن الهجوم مقصود ومدبر، وذلك بعد القبض على أحد منفذي الهجوم. نتابع أكثر في المادة التالية. توسع تركيا المجال الجوي أمام طائراتها الحربية لشن إحدى أكبر حملاتها على مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ضمن ما اعتبرته وزارة الدفاع أنه الرد الآني على مقتل أحد رعاياها في إربيل قبل أيام. الهجوم الذي أسفر عن مقتل دبلوماسي تركي وعراقيين قالت حكومة الإقليم إنه عمل مدبر ومقصود، وذلك استنادا للتحقيقات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن في كردستان العراق بعد التعرف على هوية أحد المنفذين. ومنذ الهجوم تتواصل بيانات أنقرة حول ضرورة تصعيد الرد الذي يتجسد حاليا بغارات على جبال قنديل في شمال العراق التي تعتبر معقلا للتنظيم الذي يعاني من غارات إيرانية أيضا في إطار مكافحة وجوده على الحدود. عملية اغتيال الدبلوماسيين الأتراك ترخي بظلالها فوق ظلال عشرات القضايا العالقة بين جانبي الحرب، وتغلق معها أيضا المحاولات الحثيثة التي تخوضها بعض الأطراف للجنوح إلى الحل السلمي، لا سيما بعد تصريحات القائد المؤسس لحزب العمال عبد الله أوجلان الذي نادى من سجنه للتوجه إلى طاولة المفاوضات، الطاولة التي يبدو أن قوائمها لن تقوم طالما أن القتل قائم. الصفحة الأخيرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. مكتبة الكونغرس الأمريكي تضم ملايين الكتب والوثائق والمخطوطات النادرة في العالم. We'll be right back.
لدرجة إنه والدي ووالدتي يمسكوا لي الباب ما في تطلع. إنه شو ناقصك أنت؟ شو بدك؟ ليش عم تطلع؟ إلي قضية أنا. قعدوني جاسياً، حلقوا لي شعري، هي بداية الظلم. فسألني اللي أنت داعش؟ أنا قلت له لا أنا ماني داعش، وأنا أكثر من تظاهر ما طلعت. وبلشوا ينهالوا علي ضرب. كان في شبح من نوع آخر بلاستيك، تقيدت إيدي بالحبس البلاستيك ورا ظهري ورجلي نفس العملية ببلاستيك، وكأنه وصلة كبيرة من البلاستيك صارت بين رقبتي ورجلي، فكان الشبح هيك. الجزء الأول من حكاية محمد الشريف في يا حرية على تلفزيون سوريا في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد. تعتبر مكتبة الكونغرس في العاصمة الأمريكية واشنطن المكتب الأضخم في العالم، حيث تحتوي على نحو 180 مليون مادة من الكتب والمخطوطات والوثائق والصحف والمجلات وغيرها. ويحظى القسم العربي بمكانة مهمة في المكتبة نظرا لما يحتويه من مخطوطات نادرة، إضافة لكونه يحتوي نحو 400 ألف كتاب. على بعد أمتار قليلة من مبنى الكونغرس في وسط العاصمة واشنطن يتربع مبنى أضخم مكتبة في العالم، وهي مكتبة الكونغرس الأمريكي. وتحتوي المكتبة على نحو 180 مليون مادة، وما بين 40 إلى 50 مليون كتاب، من بينها 400 ألف كتاب باللغة العربية، هذا عدا عن الخرائط والوثائق والمخطوطات التي تتضمن وثائق ومخطوطات عربية وإسلامية نادرة، إضافة إلى كتب لأدباء ومفكرين عرب معاصرين. في طلب على الشخصيات المعروفة مثل نزار أباني، مثل طه حسين، حتى غسان كنفاني، يعني بيعتمد. طبعا احنا بنحاول نجمع بكل المجالات، بكل المجالات، من الأدب للشعر للتاريخ للكتب السياسية. وفي عندنا كتب طبعا لعزمي بشارة، في كتب لعدة كتاب، يعني مثلا أمين الريحاني كتب كتير كتب في هداخل الوقت عن الملوك اللي كان يتعامل معها، فعنا كتب لأمين الريحاني، كل مجموعة أمين الريحاني. وفقا لمسؤولي المكتبة فإن نحو 20 ألف كتاب من كل نواحي العالم تضاف كل يوم إلى قائمة الكتب الجديدة، فاضطر القائمون عليها إلى تخزين الكتب في مستودعات خارج العاصمة واشنطن. وتعود فكرة تأسيس المكتبة للرئيس الأمريكي الثالث توماس جيفرسون، الذي كان يعتقد أن أعضاء الكونغرس ومن أجل اتخاذ قرارات صائبة وموضوعية فلا بد أن يكون عندهم ما يكفي من المراجع والمصادر. توماس جيفرسون كان إنسان موسوعي بعلمه، وكانت فكرته أنه الكونغرس راح يتعرض لجميع المشاكل، فعشان يعمل قرارات موضوعية لازم يكون عندهم كل المصادر. فهذه كانت الفكرة من الطريقة اللي بنجمع فيها في مكتبة الكونغرس. احنا بنجمع بما يعادل 470 لغة، فتقريبا كل اللغات اللي بصدر فيها اللي بطبعوا فيها موجودة عندنا. ومن بين مقتنيات المكتبة كتاب خريطة العجائب لابن الوالي، حيث يظهر فيه تصور العربي في القرن 14 لخريطة العالم، ومخطوط صور الكواكب، وهو عبارة عن دراسة في علم الفلك الذي برز فيه العرب في القرن 15، واشتهرت حساباتهم الدقيقة التي ما تزال معتمدة إلى اليوم حسب مسؤولي المكتبة. كذلك تحتفظ المكتبة بمخطوط يعود إلى القرن 15، ويظهر فيه اكتشاف العرب لمادة النفط مع شرح لطرق استخداماته الطبية واليومية.
أهمية مكتبة الكونغرس لا تقف عند كونها المكتبة الأضخم في العالم، بل باعتبارها أيضا أحد أهم معالم واشنطن التاريخية التي يزورها عشرات الآلاف من السائحين كل عام. شعبان عبود، تلفزيون سوريا، واشنطن. والآن جولة حول العالم، والبداية من أفريقيا، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي مرض الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، متخوفة من علامات مقلقة تدل على احتمالية اتساع نطاق الوباء. هذا وأخذت المنظمة بتوصيات لجنة خبراء دوليين رأت أنه لا توجد ضرورة لفرض قيود على الحركة أو التجارة أو عمليات فحص للركاب عند الدخول بالموانئ أو المطارات خارج المنطقة المعنية. نجح أطباء في فصل توأمين ملتصقي الرأس بعد خضوعهما لعملية جراحية في مستشفى بريطاني تم خلالها فصل الجمجمة والمخ والأوعية الدموية، واستغرقت العملية ساعات طويلة. في لبنان يواصل المواطنون المغامرة بالسباحة في المياه الملوثة بمدينة طرابلس دون الاكتراث للوحات التي تنبيهم إلى تلوث هذه الشواطئ بمياه الصرف الصحي. تقضي نحو 20 امرأة عدة ساعات لإتمام عملية الرسم على بيضة نعام واحدة في عمل تديره الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ويهدف المشروع إلى دعم الحياة البرية بالمملكة الأردنية الهاشمية عبر تخصيص جزء من العائدات لدعم النساء العاملات. احتفل العالم أمس بالذكرى 101 لميلاد الزعيم والمناضل الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، الذي يعتبر من أبرز رموز النضال ضد التمييز العنصري والظلم في القارة السمراء والعالم عموما، وذلك بعد تسمية الأمم المتحدة 18 من تموز باليوم الدولي لنيلسون مانديلا اعترافا بإسهامه في ثقافة السلام والحرية حسب اليونسكو. قدم لاعبو كتيبة المنتخب الجزائري تعازيهم لأهالي 4 أشخاص لقوا حتفهم في حادث مروري خلال الاحتفالات بتأهل محاربي الصحراء لنهائي الأمم الإفريقية. يذكر هنا أن المباراة النهائية تقام بعد قليل بين الجزائر والسنغال على استاد القاهرة الدولي، وطبعا نتمنى كل التوفيق لمحاربي الصحراء. نهاية حلقة هذا الأسبوع، وفي الختام نشاهد عائلات نازحة تستظل من حر الصيف بإحدى المدارس المدمرة في مدينة سراقب بريف إدلب. للمزيد زوروا موقعنا syria.tv وحساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. أطيب التحيات مني ومن فريق الإعداد، ألقاكم الأسبوع المقبل، دمتم بألف خير. جينا على المدارس شبه مدمرة من قصف الطيران، حطينا أولادنا فيها وقعدنا، والمدارس مثل ما أنك شايف يعني مدمرة كتير، وما بنعرف نحن مقبلين على شتوية، ما بنعرف شو بيصير فينا، ماي يفوت علينا ماي، وشبابيك كبيرة يعني ما فيها لا شبابيك ولا أبواب. المدرسة مصدعة يعني من الطيران من الضرب، حيطانة فاصة، يجينا بدنا نعمل لها شوية ترميم، صرنا نلم خفان مستعمل، هيك شايف هذا الخفان مستعمل هذا، لميناه من برا وعمرناه.